إخواني أخواتي متابعي قناة لاين تي في، أهلا وسهلا بكم وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. ندخل لكم إن شاء الله هذا العيد مبارك والذكرى ديال عيد المولد النبوي الشريف بالصحة والعافية والمغفرة وطول العمر، وكل عام وأنتم بألف خير. نيمار يحذر لاعبي ريال مدريد من بامبي. وجه البرازيلي نيمار دا سيلفيا مهاجم الهلال السعودي الحالي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق رسالة بشأن كيليان بامبي نجم ريال مدريد الإسباني. وتزامن كيليان بامبي مع نيمار دا سيلفا في باريس سان جيرمان خلال الفترة من سنة 2017 إلى 2023 حين انضم نيمار إلى الهلال، وخلال تلك الفترة بدأت علاقة الثنائي بشكل جيد قبل أن تتدهور في آخر موسمين، حيث نشب خلاف بينهما في غرفة خلع الملابس بسبب أولوية التصدي لركلات الجزاء داخل الفريق. ولعب نيمار ومبابي معا 134 مباراة بقميص باريس سان جيرمان وتوج بأربعة ألقاب للدوري الفرنسي ليغا، وتأهل لنهائي دور أبطال أوروبا سنة 2020. وكشف الصحفي سيريل هارونا في تصريحات نقلتها صحيفة ديل مايل البريطانية أن نيمار حذر اللاعبين البرازيليين في ريال مدريد من بامبي بكلمتين كارثي وجحيم، وواصل: لقد كانت هناك حرب دائمة بين نيمار ومبابي، لقد أرسل ورقة لمواطني في الميرينكي بشأنه. ويضم ريال مدريد بين صفوفه في الوقت الحالي أربعة لاعبين برازيليين وهم إندريك وفينيسيوس جونيور ورودريغو غوس وإيدير ميليتاو. يذكر أن نيمار يغيب عن صفوف الهلال منذ العام الماضي بسبب معاناته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، فهل هذا التحذير صحيح؟ مدرب الأهلي يعلق بشكل غريب على أداء عطية الله. أنا الخبر تطرقت إلى الموضوع وقالت: أشاد سويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري بأداء اللاعب المغربي يحيى عطية الله في أول ظهور رسمي له مع الفريق خلال المباراة التي جمعت الأهلي ضد غور ماهيالكيني، والتي انتهت بفوز الأهلي ب3-0 في دور 32 من دوري أبطال إفريقيا. ورغم أن المدرب بعد المباراة أكد أن عطية الله قدم مستوى جيدا بشكل عام، إلا أنه لاحظ أن إيقاع لاعبي كان بطيئا قليلا، وهو ما يفسر نقص التنافسية لديه في الفترة الأخيرة بسبب عدم لعبه بشكل منتظم. وأشار كولر إلى أنه كان من الضروري استبدال عطية الله بزميلي وسام أبو علي خلال المباراة، وذلك بسبب شعور اللاعب ببعض الآلام. ولفت كولر إلى أن قرار الاستبدال جاء حرصا على الحفاظ على صحة اللاعب ومنع تفاقم الإصابة. شكرا لكم وإلى فرصة قادمة بحول الله. السلام عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الأزرار الثلاثة: إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس، تشجيعا لنا لنستمر في تقديم كل ما هو أفضل بإذن الله. وأهلا وسهلا بكم في قناة العين تي في.